على الحياة اف ام. اخبار الرياضة على الحياة اف ام. مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بكم في لايف سبور. البدايه بالرابطه الوطنيه لكره القدم المحترفه اللي اجتمعت اليوم وان تم اتخاذ مجموعه من القرارات بعد الجوله الاولى اياب لبطوله الرابطه المحترفه الاولى، وان تقرر رسميا معاقبه هلال الشابه 3 مقابلات دون حضور الجمهور خارج القواعد وعلى ارضيه ملعب يقع تعيينها لاحقا من طرف الرابطه من اجل رمي المقذوفات المتنوعه حتى الصلبه منها، مما تسبب في حصول اصابه بليغه لاطار امني خلال مباراه ضد معاقبة الملعب التونسي وتوبيخ وغطية مالية من أجل رمي المقذوفات المتنوعة على أرضية الميدان في مقابلته ضد النادي السفيقسي، معاقبة النادي البنزرتي بتوبيخ وغطية مالية قيمتها 2500 دينار من أجل دخول 2 مشجعي لأرضية الميدان، ومحاولة الاعتداء على ملاعبية الفريق المنافس خلال مقابلته ضد اتحاد تطاوين، ومعاقبة النادي الإفريقي بتوبيخ وغطية مالية قيمتها 5000 دينار من أجل العود في رمي المقذوفات المتنوعة من قبل جماهير خلال مباراته ضد الاتحاد المنستي. إلى برنامج الجولة 3 أيام من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تلعب نهار الأربعاء 25 جان في ماضي ساعتين لحساب المجموعة الأولى. نادي صفاقس يستضيف النجم الساحلي في الكلاسيكو، الترجي يلعب ضد الملعب التونسي في ديربي العاصمة الصغير، أما الحمام سوسة يواجه النادي البنزرتي واتحاد تطاوين يواجه هلال الشبة. في المجموعة الثانية كيف كيف نهار الأربعاء ماضي ساعتين، الاتحاد المنسيري مع نجم المتلوي مستقبل سليماني يواجه النادي الإفريقي أولمبيك سيدي بوزيد يلعب ضد الأولمبي البيجي، واتحاد بن قردان يستضيف مستقبل رجيشة. في كاس تونس لكرة القدم اليوم تم سحب قرعة الدورة التمهيدي الرابعة الخاص بفرق الرابطة الثانية ورابطة الهويت والرابطات الجهوية، أو نعطيكم نتائج القرعة. مكارم المهدية باش يواجه مستقبل جابس، طبولبو جابس يلعب ضد شبيبة العمران، هلال مساكن مع نادي كرة القدم بالمذيلة، بعث بوحجلة يستضيف كوكب زاوية سوسة، صافية لوكسور مع غزال البقال، تقاوف القفصة يستضيف اتحاد قصيبة المديوني، نادي حمام لنف مع نادي القربي النجم الراس يواجه ملعب سيدي مخلوف، الأهلي الحجري مع اتحاد بوسالم، جريدة توزر مع جمعية البطان، تقدم سقيط الدير يواجه مستقبل القصرين، أمل بوشمة يلعب ضد الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة، الشبيبة القيروانية تستضيف الملعب السفيقسي، سبورتينغ بن عروس يواجه نادي كرة القدم بالحمامات، فجر القطارة مع أمل جربة، الأسود الرياضية تواجه مقرين الرياضية، ونذكر أن المقابلات هذوما باش يتلعبوا نهار الجمعة 27 جان في الحالية. نمشي والبطولة العالم لكرة اليد بولونيا والسويد 2023. بطولة العالم لكرة اليد بولونيا السويد 2023. في مونديال الهوند، وبالنسبة لنتائج مقابلة اليوم في الدور الرئيسي، أمريكا تفوقت على بلجيكا 24-22، قطر انهزمت أمام الأرجنتين 26-22، كرواتيا ربحت البحرين 43-32، صربيا تفوقت على هولندا 32-30، مصر انهزمت أمام الدنمارك 30-25، وألمانيا انهزمت أمام النرويج 28-26. نواصل مع مونديال الهوند، ومنتخبنا التونسي لكرة اليد واصل مشاركته في كأس الرئيس للمقابلات الترتيبية، وبعد فوزه على المغرب ومقدونيا في الجولة الأولى والثانية، اليوم منتخبنا تفوق على نظيره الجزائري 30-25 في مقابلة الجولة الثالثة، واللي باش يواجه منتخب الشيلي في نهائي كأس الرئيس نهار الأربعاء 8:30 متاع الليل بتوقيت تونس. نذكر أنه في صورة الفوز على الشيلي فإنه منتخبنا التونسي باش ينهي بطولة العالم في المركز 25، باعتبار أن مسابقة كأس الرئيس هي دورة ترتيبية للمنتخبات من المراكز 25 إلى 32. في التنس، الاتحاد القطري للعبة أعلن رسميا عن قائمة اللاعبات المشاركات في بطولة قطر المفتوحة للسيدات اللي باش تستضيف العاصمة القطرية الدوحة من 13 إلى 18 فبراير المقبل، بمشاركة صاحبات العشر مراتب الأولى عالميا، ومنهم بطلة التنس التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالميا. خارج تونس، في أبرز مقابلة اليوم في الدورية الأوروبية في الجولة 21 من البريمير ليغ الأنجليزية، فولهام متأخر في النتيجة حاليا أمام توتنهام 0-0 في الشوط الأول. في الجولة 18 من الليغا الإسبانية، فالونس متعادل حاليا أمام ألميريا 0-0. في الجولة 19 من الكالتشو الإيطالي سيريا، بولونيا تعادل أمام كريمونيزي 0-0، وإنتر ميلانو متعادل حاليا أمام إمبولي 0-0 في الشوط الثاني.
نختم نشرتنا كالعادة بمعلومة صحية تساهم الرياضة في تعزيز المناعة وتقوية الذاكرة مع المساعدة في التحكم في الوزن بالإضافة للحماية من الإصابة بالأمراض المزمنة والأمراض النفسية. هذا كل ما عنا في لايف سبور. أجمل تحيات سيدة ترابلسي وإن شاء الله ليلتكم زينة. لايف سبور أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM.